فين وفين الكيوبيك ريمس وبعدين سيرفيسز بيوبس. طيب ده بالنسبه للإيلت بتاعنا، وقلنا الإيلت بتاعنا كل حاجه ليها ترانسفيرس وانتروبوستيريور خلاص، اللي هو 13 سنتي في 11 سنتي ماشي، 13 اللي هو الترانسفيرس في 11 اللي هو الانتروبوستيريور. نيجي بقى عند الاوتلت بتاعي الاوبستريك اوتلت، بوستيريور دي ايه؟ اللي هو التيب اوف ايه؟ سيكرا. وبعدين الليجمنت اللي هنا سيكروتوبرس ليجمنت، وبعد كده اسكالتوبراستي، وبعد كده في البيوبيك ريمس، وبعدين سيمفيزيس بيوبس. وبرده ده 13 في 11 بس العكس بقى، احنا كان هنا عندنا ال 13 اللي هو الترانسفيرس والانتروبوستيرور هو ال 11، هنا بقى هو الانتروبوستيرور هو ال 13 خلاص، والترانسفيرس اللي هو البايتوبرس ده هو ال 11. فعشان كده قلنا البيبي بينزل في وضعيه معينه كويس، لان البلفس بيبقى اعرض الترانسفيرس بتاعه، وبعدين لازم يلف جوه البلفس خلاص، يلف جوه البلفس عشان البيس اكروميال ده يلف، فينفع البيبي يتولد ماشي. فعشان كده بنبتدي 13 في 11 ترانسفيرس، وبعدين ننتهي برده 13 في 11 بس انتروبوستيرور هو ال 13. عشان كده البيبي هو نازل لازم يحصل له الانترنال روتيشن اللي هنتكلم عليها في الميكانيزم اوف نورمال ليبر. يبقى البيبي بينزل كده بالوضع بتاعه عشان ده الواسع، وبعدين لازم غصب عنه يلف مع الميكانيزم الميكانيكال بتاع البلفس لحد ما يبقى ال 13 ده هو الانتروبوستيريور عشان البيبي ينفع ان هو يتولد. ده بالنسبه للفيميل بلفس والديامترز بتاعه الفيميل بلفس. في سؤال في الديامترز دي، وليه بيحصل ان البيبي لازم يلف؟ مهم تعرفوا ليه البيبي لازم يلف، لان احنا هنقعد نشرح في الميكانيزم بتاع ديليفري، فهتلاقوا ان هو في وقت معين لازم البيبي يلف عشان الديامترز بتاعته تقدر تاكوموديت في اللارجست ديامتر بتاعه البلفس. نيجي بقى ليه الدايمترز بتاعه الفيتال سكال، والدايمترز بتاعه الفيتال سكال عندنا ترانسفيرس وعندنا انتروبوستيرور. الترانسفيرس عندنا الباي بارايتال دايمتر بين التو بارايتال امينيسز، وده ده كام؟ 9.5 سم. عشان كده في الفول فلكشن اللي هو في اللفت اوكسيبتو انتيرير اللي هي الناتشرال بوزيشن بتاعه الليبر، بتبقى الراس دي 9.5 في 9.5 اللي هو الباي بارايتال في السب اوكسيبتو برجماتيك خلاص، فبتبقى زي الكوره فعلا اوكي. فاحنا عندنا هنا الباي بارايتال دايمتر ده 9.5 سم، وبعدين سوبرا بارايتال سب بارايتال اللي هو لو في الاسنكليتيزم بيبقى كام؟ 9 سم. والباي تمبر اللي هو بين التو الانتير اند اوف ذا تمبرال سوتشرز ده كام؟ 8 سم. والباي ماستويدل بين ذا توماتسايد بروسيس اللي هو 7.5 سم. دول الترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. طب نيجي بقى للانتروبوستيرور دايمترز اوف ذا فيتال سكال، من اول الفول فلكشن كويس لحد الفول اكستنشن. هبتدي في الفول فلكشن، السب اوكسيبتو برجماتيك ده كام؟ 9.5. ده بين ايه وايه؟ السب اوكسيبتر تحت الاوكسيبتر بروتيبرنس و البرجما اللي هو السنتر اوف ذا انتيريور فونتانيل، وبعدين بعد كده السب اوكسيبتو فرونتال اللي هو كام؟ 10 سم. ده بين ايه وايه؟ بالظبط السب اوكسيبت لحد الانتيريور اند اوف ذا انتيريور فونتانيل، وبعدين بعد كده الاوكسيبتو فرونتال ده كام؟ 11.5 سم اللي هو ما بين ايه وايه؟ الاوكسيبتال بروتيوبرنس و انتيرور اند. بالظبط ده لو هو كده. طب يبتدي بقى ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن اللي هو المانتو فيرتيكال ده كام؟ 13.5 سم، اكبر من اي دايمتر في البلبس. قلنا البلبس بتاعنا 13 في 11، فده ما يخشش في البلبس خالص اللي هو البريزنتنج دايمتر بتاع البراو برزنتيشن، عشان كده ما فيش ميكانيزم اوف ديليفري فور براو برزنتيشن. بعد كده يبقى شويه اكستندد بس نوت فول اكستنشن اللي هو السب مانتو فيرتيكال ده كام؟ 11.5 سم كويس. وبعدين سبمنتو برجماتيك اللي هو السنتر من اول بيلوز تشين لحد البرجما السنتر اوف ذا انتيريور فونتانيل ده كام؟ 9.5 سم. وده الانجيجنج دايمتر بتاعه الفيس برزنتيشن، في الفيس بيبقى الهيد فولي اكستندد خلاص، وممكن انها تتولد طبعا لان هو 9.5 سم زي بالظبط سب اوكسيبتو برجماتيك دايمتر اوكي. فالبيبي بيبتدي من فول فلكشن للهيد لحد فول اكستنشن، فول فلكشن بيبقى 9.5، الفول اكستنشن برده الدايمتر الانتروبوستيرور 9.5، وما بينهم طبعا عشان ده بيعلي الدايمتر او بيكبر الدايمتر بتاع الفيتال هيد. فاحنا بنبتدي 9.5 اللي هو سب اوكسيبتو برجماتيك، وبعدين سب اوكسيبتو فرونتال 10، الاوكسيبتو فرونتال 11.5، مانتو فيرتيكال ده اللي هو 13.5 ما بيخشش خالص في البلفس. ننزل تاني للسب مانتو فرونتال، سوري سب مانتو فيرتيكال اللي هو 11.5 سم، وبعدين سب مانتو برجماتيك اللي هو 9.5 سم. واضح يا جماعه الدايمترز بتاعه الفيتال هيد سواء الترانسفيرس دايمترز او الانتروبوستيرور دايمترز.
على فكره هي مش صعبه، هي بتبقى محتاجه حفظ، بس لما بتتفهم ان هو من اول فول فلكشن لحد فول اكستنشن، وفعلا منطقي ان هو يعلى شويه الدايمتر وبعدين يرجع ينزل تاني عشان الفول اكستنشن، هتلاقوا ان هو سهل انكم تحفظوها بالطريقه دي ماشي. وطبعا الترانسفيرس دايمترز هم ثلاثه دايمترز مفيش غيرهم، اللي هم الباي تمبرال والباي بارايتال والسوبرا بارايتال سب بارايتال، مفيش غير الثلاثه دول بالنسبه للترانسفيرس. سهله الدايمترز بتاعت الفيتر سكال، اخر مره نقولهم عشان نبتدي في الفيزيولوجي اوف ليبر كويس. عندنا دلوقتي الباوندريز بتاعه الفيميل بلفس كويس، الانلت، وبعدين بعد كده الاوتلت. بالنسبه للباوندريز بتاعه الفيميل انلت، من اول من بوستيرير للانتيرير عندنا مين ده؟ سيكرال برومونتري، وبعدين ايه الاوت سيكرال، وبعدين سيكرو ايليك جوينت، وبعدين اليوبكتينيال لاين، وعليه اليوبكتينيال اميس، وبعد كده الميكريمس، وبعدين السيمفيسس بيوبس upper part of symphysis pubis. وده كان في كام الانتي بوستيرور في ترانسفيرس؟ 13 في 11، 13 اللي هو الترانسفيرس و11 اللي هو الانتروبوستيرور. نيجي بقى للبوستير لتحت الاوتلت، الدايمترز بتاعه الاوتلت مين؟ الاوبستريك اوتلت ده مين؟ سيكوبسيسيكروم، عشان كوكسس بيرجع لورا في السكند ستيج، وبعدين سيكرو تيوبرس ليجمنت، وبعد كده اسكال تيوبراستي، وبعدين الفيريو بيوبيك ريمس، وبعدين بالظبط لو اند اوف سيمفيسس بيبس. وده برده 13 في 11 بس العكس، الانتروبوستير هو اللي 13 والترانسفيرس اللي هو البايتيوبرس هو ده اللي 11 كويس. عشان كده قلنا ان لازم البيبي وهو نازل ان هو يقلب الوضعيه بتاعته، يعني بدل ما كان نازل بالبيس اكروميا اللي هو ال 12 ونص سم ده بالعرض كده، ايوه كان بالعرض لان الترانسفيرس هو اللي عريض هو اللي 13 سم، لازم البيبي يلف او يحصل انترنال روتيشن عشان البيس اكروميال ده يجي انتروبوستيرور، لان بقى دلوقتي الانتروبوستيرور هو اللي 13 كويس، وبعدين ينفع يتولد. فالبيبي بينزل كده وبعدين يلف عشان ياكوموديت البلفس، لان احنا كان عندنا الترانسفيرس هو اللي اعرض وبعد كده بقى الانتروبوستيرور هو اللي اعرض، عشان كده البيبي بينزل لنا بالعرض وبعدين بعد كده يلف عشان يبقى واخد البيس اكروميال واخد الانتروبوستيرور دايامتر بتاعنا، وبالتالي البيبي يتولد. في سؤال يا جماعه في الدايامترز دي؟ ده الكلام اللي احنا قلناه امبارح على فكره، احنا بس عمالين نعيد عليه اوكي. طيب التومز ديكتم بقى اللي هو ايه؟ التومز ديكتم ده اللي ريليتد للاوتلت، مالناش دعوه بالان، ده للاوتلت اللي هو بنقوله في الكونتراكتد اوتلت. التومز ديكتم قال ايه؟ لازم ايه ايه وايه؟ انهي دايامترز؟ البايتيوبرس والبوستيرير ساشتل يبقوا كام؟ اكتر من 15 بالظبط عشان الراس تقدر تعدي ما يبقاش كونتراكتد اوتلت، لكن لازم لوحده البايتيوبرس يبقى كام على الاقل؟ لا على الاقل 8 عشان يعدي البايماستويد اللي هو 7.5، على الاقل البايتيوبرس لوحده يبقى 8 سم عشان يقدر يعدي البايماستويد دايمتر بتاع الفيتال هاد اللي هي 7.5 سم. فتومز ديكتم اللي هو لازم السميشن اوف ذا بوستيرير ساشتل دايمتر مع البايتيوبرس دايمتر يبقى على الاقل 15 سم عشان الفيتال هاد تقدر تعدي، بس البايتيوبرس لوحده لازم يبقى اكتر من 8 سم. اوكي؟ في سؤال في الكلام ده؟ ده اللي احنا قلناه امبارح عادي بتاع الفيميل بلفس. طب بعد كده سريعا برده على الفيتر سكال عشان نبتدي في درس النهارده. الفيتر سكال يا جماعه قلنا عندنا برده في ترانسفيرس دايمترز وفي انتروبوستيرور دايمترز. الترانسفيرس دايمترز بتوعنا هما ثلاثه، الباي تمبرال اللي هو بتوين الانتيري اند اوف تمبرال سوتشرز ده كام؟ 8 سم، وبعدين باي بارايتال بتوين ذا تو بارايتال امينسز ده كام؟ 9.5 سم، سوبرا بارايتال سب بارايتال اللي هو في الاسنكليتيزم ده كام؟ 9 سم. دول الثلاثه ترانسفيرس دايمترز بتاعت الفيتال هاد. طب امال الانتروبوستيرور دايمتر؟ الانتروبوستيرور دايمترز بنبتدي من فول فيتال هاد فلكشن لحد الفول فيتال هاد اكستنشن، من اول الفول فيتال هاد فلكشن اللي هو سب اوكسيبيتو بريجماتيك، من اول تحت الاوكسيبيتو بروتيوبرنس لحد البريجما اللي هي السنتر اوف ذا انتيريور فونتانيل ده كام؟ 9.5 سم. تيجي شويه ما يبقاش فولي فلكسن، يبقى السب اوكسيبيتو فرونتال ده كام؟ 10، اللي هو برده من تحت الاوكسيبيتو بروتيوبرنس لحد الانتيريور اند بقى اوف ذا انتيريور فونتانيل ده اللي 10 سم، وبعدين الاوكسيبيتو فرونتال ده كام؟ 11.5 سم اللي هو من الاوكسيبيتو بروتيوبرنس لحد الانتيريور اند اوف ذا انتيريور فونتانيل. بعد كده بقى ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن اللي هو المانتو فيرتيكال ده كام؟ 13.5 سم، وده اعلى من اي دايمتر في البلفس، قلنا البلفس بتاعنا 13 في 11 ما يعديش، وده الانجيجنج دايمتر بتاع البراو، عشان كده البراو ذير از نو ميكانيزم اوف ديليفري فور ذا براو اللي هو المانتو فيرتيكال. يبتدي بعد كده يبقى اكستندد اللي هو السمانتو فيرتيكال ده كام؟ 11.5 سم، وبعدين بقى الفول اكستنشن بتاعت الفيس برزنتيشن اللي هو السبمنتو بريجماتيك وده كام؟ 9.5 سم. يبقى الانتروبوستيرور دايمترز بتاعت الفيتر سكال بتبتدي من 9.5 وبتنتهي ل 9.5 من اول الفول فلكشن لحد الفول اكستنشن اللي هو من اول السب اوكسيبتو بريجماتيك 9.5 وبعدين سب اوكسيبتو فرونتال 10
الاوكسيبيتوفرونت 11.5 من تو فيرتيكال اللي ما بيعديش خالص 13.5 نرجع ننزل تاني مع الاكستنشن اللي هو سبمنتو فيرتيكال اللي هو 11.5 وبعدين بعد كده سبمنتو بريجماتيك اللي هو 9.5 سم. اوكي في سؤال في الدايمترز ده اختصارا للي احنا قلناه امبارح. اوكي في سؤال في الدايمترز يا دكاتره بيتهيالي دايمترز دلوقتي سهله لازم تتحفظ صح ولا ايه؟ نبتدي بقى عندنا الفيزيولوجي اوف حد عايز يمتحن النهارده لان في ناس امتحنت امبارح اللي مش هيمتحن لازم حد يمتحن مفيش حد مش هيمتحن انا بس يعني بس انا كنتوا عايزين تمتحنوا النهارده واحنا يوم الثلاث لان احنا بكره يوم طيب يعني انا قصدي بس اللي موجودين حاليا في حد عايز يمتحن دلوقتي اكستنشن. ها حد يتطوع يا دكاتره بدل ما انا ادقي
طب الولاد اللي عندنا ليه كده مهضوم حقهم؟ ايهاب ولا عبد الرحمن مين هيقول لنا بقيتهم؟ سمنتو بريجماتيك 9.5 11.5 اللي هو سمنتو ايه؟ بالظبط كده. وبعدين الايمانتو فيرتيكال كام؟ 13.5 بالظبط كده. يبقى هم دول الدايمترز اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو اخر مره من اول الفول فلكشن اللي هو سب اوكسيبتو بريجماتيكال 9.5 وبعدين سب اوكسيبتو فرونتال اللي هو 10 اوكسيبتو فرونتال 11.5 مانتو فيرتيكال اللي ما بيعديش خالص ده اللي هو 13.5 وبعدين السب مانتو فرونت سب مانتو فيرتيكال اللي هو 11.5 وبعدين سب مانتو بريجماتيك اللي هو 9.5 والثلاثه اللي بالعرض الباي تمبرال اللي هو عندنا 8 وبعدين الباي بارايتال دايمتر 9.5 والسوبر بارايتال سب بارايتال اللي هو 9 سنتي. ماشي دول الدايمترز اللي هو بتاع الفيت الهاد اللي اتكلمنا عليهم امبارح. وقلنا يعني ايه لاي؟ فاكرين اللاي يعني ايه يا دكاتره؟ فيت اللاي ايوه اللي هو اللونجيتيون الاكسس بتاع البيبي ريليتد للونجيتيون الاكسس بتاعه الام. وممكن يبقى عندي يا اما لونجيتيون لاي يا اما ترانسفيرس لاي. لونجيتيون لاي سواء كان كيفاليك او بريتش لان هو جاي بالطول مع طول الام. وبالعرض اللي هو ترانسفيرس لاي اللي هو بيبقى في الشولدر بريزنتيشن. وكلمنا عن حاجه اسمها دينومينيتورز وقلنا الدينومينيتور ده اللي هو البون اللي بتبقى فيرست فالت ديورينج بي بي اكزامينشن على حسب البريزنتنج بارت. طيب في الكيفاليك بريزنتيشن كان عندنا دينومينيتورز ايه؟ الاوكسيبت بالظبط كده. طب وفي الفيس التشين اللي هو المنتم كويس. وبعدين في الشولدر السكابولا هو دول. طيب وبالنسبه للبريتش السكر هو ده الدينومينيتور بتاعه. واتكلمنا عن حاجه اسمها ستيشن وقلنا ستيشن دي امتى نقول على البريزنتنج بار ستيشن زيرو؟ لو عند الاسكال سباين لان الليفل بتاع الاسكال سباين ده مهم قوي اللي هو بتاع ايه؟ ايه اللي بيحصل عند الاسكال سباين؟ الانجيجمنت الليفيتور اي ناي ماسل الروتيشن الانترنال روتيشن والانستيزيا في الاندل نور بلوك دي عند الليفل بتاع الاسكال سباين والليفل بتاع اكسترنال اوكس والليفل بتاع الفاجينا. هو ده الامبورتنس بتاع الاسكال سباين عندي. طب هل انا ممكن وانا بعمل بي في اكزامينشن ان انا احس التو اسكال سباينز مع بعض؟ لا ما ينفعش ان انا احسهم. لو حسيتهم يبقوا بروجكتنج زي في انهي انواع البالجيس اللي احنا خدناها امبارح؟ الاندرويد هم اللي بيبقوا باري بروجكتنج فدول اللي ممكن احسهم مع بعض. غير كده هو بيبقى 10.5 سنتي ما ينفعش ان انا احسه ولا في الجاينيكاي ولا حتى في الانتروبويد. طبعا البلاتيبلويد اللي هو الفلاتر ترانسفيرس ده ما بيتحسوش فيه على نفس الليفل. اوكي ده بالنسبه للانتروسباينس. واتكلمنا كده قلنا البوزيشن البوزيشن ناتشرال بوزيشن كانت ايه؟ بالظبط لفت اوكسيبتو انتيرير. وقلنا رايت ولا لفت بالنسبه لايه؟ بالنسبه للام. فاحنا بنقول اللفت او رايت ده بالنسبه للام. اوكسيبتو يعني بنشوف اذا كان الاوكسيبت ده اذا كان دايركتد انتيريرلي ولا دايركتد بوستيريرلي. خلاص وبعدين فقلنا كده احنا عندنا في لفت اوكسيبتو انتيرير وبعدين بعد كده في رايت اوكسيبتو انتيرير وبعدين رايت اوكسيبتو بوستيرير وبعدين اللفت اوكسيبتو بوستيرير. وانهي دايامتر بيبقى اعرض؟ هل اللفت اوبليك ولا الرايت اوبليك؟ ليه؟ بالظبط عشان السيجمويد كولوم بيبقى موجود اوكيباينج اللفت اوبليك فده بيقلل من الدايمتر بتاع اللفت اوبليك. اوكي فدي اهم الحاجات اللي احنا قلناها امبارح. في اي حاجه في امبارح مهم جدا جدا الدايمترز ده انكم تحفظوها. اوكي النهارده الموضوع سهل قوي اللي هو الفيزيولوجي اوف ليبر. يعني ايه ليبر يا دكاتره؟ يعني ايه ليبر؟ ايه اللي بيحصل في الليبر؟ يعني ايه ليبر؟ بالظبط expulsion of the whole fetus كويس؟ expulsion of the whole fetus كويس؟ through the birth canal. طيب الليبر دي بتنقسم ليه ثلاثه stages؟ في عندنا first stage في عندنا second stage في عندنا third stage وساعات بيقولوا في fourth stage. ايه first stage of labor؟ اللي هي الستيج اوف سيرفايكال دايلاتيشن. اللي بيحصل في الفيرست ستيج هو السيرفايكال دايلاتيشن ودي بتاخد وقت قد ايه؟ دي بتاخد في البرايمي من 10 ل 18 ساعه. يعني من اول ما يبتدي يحصل سيرفايكال دايلاتيشن لحد الفول سيرفايكال دايلاتيشن بتاخد في البرايمي جرافيدا بتاخد وقت طويل بتاخد من 10 ل 18 ساعه لحد ما يحصل لها فول سيرفايكال دايلاتيشن. احنا لسه بيبي مش دليفر عشان كده مش تقول لك ايه انا جاي طالع هلحق اوصل المستشفى. لا طبعا
انت هتقعدي من 10 ل 18 ساعه لحد ما تخشي في السكند ستيج. اوكي فالفيرست ستيج اوف ليبر في البرايمري جرافيدا بتاخد من 10 ل 18 ساعه. طب في المالتي 6 ل 10 بالظبط من 6 ل 10 او 6 ل 8 ساعات فبتاخد وقت اقل في المالتي. خلاص ده بالنسبه للفيرست ستيج اللي هي ايه عباره عن فيها بيحصل ايه بيحصل فيها سيرفايكال ستيج اوف سيرفايكال دايليتيشن. طب امال السكند ستيج بتبتدي من امتى؟ من فول سيرفايكال دايليتيشن اللي هو قد ايه الفول سيرفايكال دايليتيشن ده 10 سنتي السيرفكس بيبقى دايليتد 10 سنتي عشان يقدر يعدي الفيتال هيد. احنا قلنا 9.5 سنتي لما بتبقى كوره كده باي بارايتر زي اعصاب اوكسيبتو برجماتيك ماشي فبيبقى 10 سنتي فول سيرفايكال دايليتيشن. فالسكند ستيج بتبتدي من الفول سيرفايكال دايليتيشن وتنتهي امتى؟ بالفول اكسبانشن اوف ذا بيبي the whole baby full expulsion of the baby. يبقى second stage بتبتدي من ال full cervical dilatation اللي هو 10 سنتي وبتنتهي عند ال full expulsion of the fetus. اوكي ودي بتاخد وقت قد ايه؟ في البرايمي بتاخد برده وقت اكتر من المالتي. البرايمي بتاخد وقت قد ايه؟ حد يعرف؟ من ساعه لساعتين. احنا ممكن نستنى على الست في الكشك لحد ساعتين. البرايمي ممكن نستنى عليها لحد ساعتين اللي هو من اول ما بقت فول سيرفايكال دايليتيشن لحد ما البيبي ينزل. طبعا وانا عماله بسمع طبعا في الهارت بتاعت البيبي وكده هارت بيت عشان ما يكونش حاصل فيه تر ديستريس او يكون عندي مشكله. فالسكند ستيج ممكن بتاخد من ساعه لساعتين في البرايمري جرافيدا لكن في المالتي ما بتاخدش وقت كتير كده برده بتاخد تقريبا نص الوقت اللي هو من نص ساعه لساعه في المالتي بار. اوكي يبقى دي السكند ستيج او الستيج اوف delivery of the fetus اللي هي بتبتدي من the full cervical dilatation لحد the full expulsion of the fetus. طب وما the third stage ده placenta delivery of the placenta يعني بتبتدي من the full expulsion اللي كل واحدة بتسلم اللي بعدها بتبتدي من full expulsion of the fetus لحد the full expulsion أو delivery of the placenta كويس. وهي عامة بتاخد نص ساعة سواء في المالتي أو في البرايمري نص ساعة اللي هي the stage of the third stage اللي هي expulsion of the placenta أو delivery of the placenta. طب وما ايه الفور ستيج دي؟ ساعات اول ساعتين بعد الولاده بوست بارتم ذا فيرست 2 اورز بوست بارتم بنسميهم الفور ستيج. ليه؟ بنبقى خايفين انه يحصل فيها بوست بارتم هيمرج فعشان كده بنبقى لازم في كلوز اوبزرفيشن في الفتره دي اللي هم الساعتين بعد الولاده بتاعه البلاسنتا عشان نطمن ان العينه دي ما جالهاش بوست او ما يجيلهاش بوست بارتم هيمرج بالذات لو كانت العينه فيها ريسك فاكتورز زي ريسك فاكتورز اللي احنا خدناها في البوست بارتم هيمرج قبل كده كانت هي اناميك عندها اتوني كان فول ديستنشن يعني وات ايفر اي حاجه من الريسك فاكتورز دي دول اللي احنا بنبقى نعمل كلوز اوبزرفيشن حتى اللي بينزل منكم اسم 10 يلاقي في عيانين معينين نقول لهم ايه لا ما توديهمش قاعه بعد الولاده خليهم قاعدين معانا هنا. اوكي فهم دول العيانين اللي بنبقى عايزين نبص على الفور ستيج بتاعتهم عشان خايفين ان هم يجي لهم بوست بارتم هيمرج. يبقى عندنا الليبر فيزيولوجي اوف ليبر ديفينيشن اوف ليبر اللي هي فول اكسبلشن اوف ذا فيتس ثرو ذا فاجينال رود كويس. ودي بتنقسم الى فيرست سكند ثيرد اند فورث ستيج. الفيرست ستيج اللي هي بتبتدي من بدايه التو ليبر بينز وتنتهي باي فول سيرفايكال دايليتيشن فهي بيسموها الستيج اوف سيرفايكال دايليتيشن دي الفيرست ستيج. وبتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت ما بين 10 ل 18 ساعه في البرايمري لكن من 6 ل 8 ساعات في المالتي. دي بالنسبه للفيرست ستيج. طب امال السكند ستيج دي بتبتدي من فول سيرفايكال دايليتيشن لحد كومبليت اكسبلشن اوف ذا فيتس كويس. ودي بتاخد وقت قد ايه في البرايمري؟ ساعه ساعتين والمالتي نص ساعه لساعه. طب امال الثيرد ستيج دي اللي بيحصل فيها ايه؟ اكسبلشن اوف ايه؟ اوف ذا بلاسنتا. بتاخد وقت قد ايه؟ نص ساعه سواء في المالتي او في البرايمري. والفورث ستيج دي ايه؟ بالظبط الفيرست 2 اورز افتر ديليفري اوف ذا بلاسنتا كويس. ودي بنعمل فيها كلوز اوبزرفيشن عشان ما يحصليش بوست بارتم. ايه اللي بيخلي بقى في الفيرست ستيج ان هو يحصل لنا سيرفايكال دايليتيشن؟ ايه اللي بيحصل ان هو يحصل سيرفايكال دايليتيشن؟ ليه بتحصل السيرفايكال دايليتيشن دي؟ من اليوتراين بالظبط كده اليوتراين كونتراكشن بيحصل اليوتراين كونتراكشن. ايه اللي بيخلي اليوتراين كونتراكشنز دي تبتدي او بنسميها ترو ليبر بينز؟ ايه اللي بيخلي ترو ليبر بينز دي تبتدي؟ هو كلها ثيوريز على فكره يا دكاتره مفيش حاجه لحد دلوقتي قدرت تقول هو ايه السبب فعلا اللي بيبتدي يخلي الليبر تحصل لان الليبر بتحصل 40 ويكس بلس اور ماينس 2 ويكس وممكن قبل كده كمان وممكن تستنى لبعد كده. طب ايه اللي بيخلي بيستيميليت الليبر بينز ان هي تحصل؟ اوكي في كذا ثيوري من ضمن الثيوريز دي زي ما انتوا قلتوا اللي هو ريليز اوف بروستاجلاندنز. اوكي ساعات بيبقى في ريليز اوف بروستاجلاندنز فريليز اوف بروستاجلاندنز دي بتيجي في وقت معين فبالتالي تعمل يوتراين كونتراكشن او بروجستيرون. تفتكر بروجستيرون بيعمل كونتراكشن ولا ريلاكسيشن الاول؟ ريلاكسيشن. ف
فانتي بروجستيرون او ويزدرول اوف ذا بروجستيرون، يعني بروجستيرون تدي ال في جسمها كويس، ده اللي بيخلي ان هو ستارتنج ليبر بينز. يبقى اول حاجه بروستاجلاندين ثيوري، ثاني حاجه بروجستيرون ويزدرول ثيوري، ثالث حاجه عندنا استروجين اوكسيتوسين ثيوري. يعني الاستروجين يعني لو ستيميليت الاوكسيتوسين ريليس فروم ذا بوستيريور بيتيوتري، وطبعا الاوكسيتوسين بيعمل ويتراين كونتراكشن، فالاستروجين اوكسيتوسين ثيوري دي ثالث ثيوري عندنا. في حاجه اسمها بلاسينتا اوكسيتوسينيز انزايم، اوكسيتوسينيز ده اللي هو بيعمل انهيبيشن او بيلايسز للاوكسيتوسين، فده بيبتدي يقل في وقت معين، فالويزدرول اوف بلاسينتال او ديكريز اوف بلاسينتال اوكسيتوسينيز انزايم ده برده بيستيميليت الليبر بينز ان هي تبتدي تستارت. في برده ثيوري اللي هي الفيتال كورتيزول ثيوري، ان هو لما البيبي ده بيحصل ماتوريشن لللنج وريليز اوف كورتيزول ده بيستيميليت الليبر بينز ان هي تبتدي تحصل. اوكي، عشان كده حتى كانوا بيقولوا الكورتيزول بيعلى بالليل، عشان كده معظم الولادات بتيجي بالليل. فيعني كل حاجه ليها ثيوريز وليها البروز اند كونز بتاعتها. فاساسا الستارت اوف ليبر بينز او ترو ليبر بينز كلها ثيوريز، ومفيش حاجه دلوقتي حاجه بتقول لك لا ده هو اكيد هي الثيوري دي او كده، وممكن يبقوا كومباينيشن لكذا ثيوري مع بعض، لان هو فعلا ده اللي بيحصل. بنلاقي ان البروستاجلاندز بتاعتها بتعلى، البروجستيرون قل، الاوكسيتوسين عالي، الاوكسيتوسينيز قل، الكورتيزول عالي، فكل دي حاجات بتخلي ان احنا نقول ان دول من ضمن الثيوريز اوف ستارتنج ليبر بينز. اوكي، فالليبر بينز كلها ثيوريز، ليبر بينز اللي هي الترو ليبر بينز. طب انا عماله اقول ترو ترو ترو، هو هل في حاجه اسمها ترو ليبر بينز وفولس ليبر بينز؟ ايه بقى ايه الفرق بين الترو ليبر بينز والفولس ليبر بينز؟ ايه هي الترو ليبر بينز؟ شكلها ايه؟ حتى ده اللي بتقولها للست لما تيجي تقول لها ايه، تقول لك انا مش عارفه هيجي لي طلق ازاي، انا اول مره ومش فاهمه الطلق ده يعني ايه، ما انا بيجي لي وجع. طب هل هو كل وجع ولا ايه الفرق بين الترو والفولس؟ ريزمتك الترو بالظبط، في ريزمك يعني الترو بيبقى ريزمت او يعني ريجولر، ريجولر كويس، وبيبقى انترميتنت وانكريز ان فريكوانسي وكورس وديوريشن. مهم قوي ان هو بينكريز ان فريكوانسي يعني كورس اند ديوريشن. خلاص، يبقى هو بيبقى طبعا بينفل، بينفل ليبر برينز، وبعدين ريجولر، ريزمك، increasing in frequency, course and duration، وايه كمان؟ not relieved by analgesics. بالظبط، not relieved by analgesics ولا sleep. يعني لو هي حاولت تاخد اي حاجه مسكنه او حاولت تنام مش هتعرف، هتلاقي ان هو الليبر بينز مستمره او البينز دي مستمره معاها. يبقى هو الترو ليبر بينز دي بالنسبه لسيمتومز العيانه تحسها ان هما painful, regular, rhythmic, increasing in frequency, course and duration, not relieved by analgesia او by sedatives يعني او by sleeping. اوكي؟ وانا لو جيت اعمل لها اكزامينشن لو هي عندها ترو ليبر بينز هلاقي ستارتنج سيرفايكال دايلاتيشن. اوكي، يعني ده بالنسبه للترو ليبر بينز. طب امال الفولس ليبر بينز ايه؟ عكسهم بقى تماما، ايه الريجولر؟ مش ريزميك، ما مش بتنكريز ان فريكوانسي ولا كورس ولا ديوريشن، ريليفد باي سيداتيفز، ريليفد باي انالجيزكس، لو حاولت انها تنام هتعرف ان هي تنام منهم. فدول اللي هم الفولس ليبر بينز. كويس، اللي هم بيجوا امتى؟ الفولس ليبر بينز دول بيبقوا موجودين امتى؟ طول الشهر التاسع، من اخر الكامل لحد التاسع، اسمهم براكستون هيكس كونتراكشن، براكستون هيكس كونتراكشنز، او اللي هم الفولس ليبر بينز. البراكستون هيكس كونتراكشنز يا دكاتره او الفولس ليبر بينز دول بيخلوا بيستيميليت السيركيليشن خلاص، وبيساعدوا على السيرفايكال افيسمنت، بيستيميليتوا بس اليوتراين سيركيليشن او البلاسنتال سيركيليشن، وبيساعدوا على ان هو يبتدي يحصل سيرفايكال افيسمنت. اوكي، وهنقول يعني ايه افيسمنت دلوقتي. فهم دول الفورس ليبر بينز اللي هي العيانه بتبتدي تحسهم من اخر الشهر الثامن وخلال الشهر التاسع كله، ما لهمش اي علاقه بالولاده لانهم ما بيعملوش سيرفايكال دايلاتيشن، انا قلت افيسمنت وليس دايلاتيشن. خلاص، يبقى بيستيميليت الرايبنينج بتاع السيرفكس. يعني ايه رايبنينج؟ حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ حاجه رايبنج يعني حاجه ايه؟ ناضجه. ايه اللي بيحصل بقى؟ السيرفكس ازاي بينضج بالنسبه لنا بالنسبه للليبر؟ بالظبط، بيبقى بدل ما هو فيرم زي التيب اوف ذا نوز بيبقى سوفت زي اللوبيول اوف ذا اير كده. ليه؟ لان الووتر كونتنت بتاعته بتزيد كويس، فده بيسهل على ان هو يبتدي يحصل سيرفايكال دايلاتيشن. لازم يحصل لي رايبنينج الاول للسيرفكس عشان يبتدي ان هو يحصل سيرفايكال دايلاتيشن. رايبنينج افيسمنت دايلاتيشن. افيسمنت يعني ايه؟ ثيننج، ثيننج يعني السيرفكس يبتدي يبقى كمان رفيع. خلاص؟ يعني يبتدي يبقى رفيع ويبتدي يبقى تيكن اب في اللور يوتراين سيجمنت. يعني السيرفكس ده اللي هو لما بنقول افيسمنت يعني ايه؟ يعني ذا رايبن سيرفكس يبتدي يبقى مور ثين اند يبتدي يبقى تيكن اب في اللور يوتراين سيجمنت، عشان الفاجينال التراك او الجينتال تراك يبقى كله تراك واحد، فبالتالي يسمح للبيبي ان هو يعدي.
ما ينفعش يبقى عندي كده لور سيجمنت بعدين حته سيرفكس بعدين بعد كده فاجينا، لا كل ده بيبقى تراك واحد فول سيرفايكال دايليتيشن اللي هو تيكن في اليوترس وكونتينوس مع الفاجينا عشان البيبي اللي هو 30 سم ده يقدر ان هو يعدي في المنطقه دي. اوكي تاني احنا بنتكلم على الفيزيولوجي اوف ليبر، قلنا يعني ايه ليبر ديفينيشن اللي هو الاكسبانشن اوف كومبليت اكسبانشن اوف ذا فيتس ثرو ذا بيرث كانال. طب الليبر دي بتنقسم لايه؟ عندنا في فيرست سكند ثيرد ستيج اند فورث ستيج. اللي هي الفيرست ستيج اللي هي بتاعه السيرفايكال دايليتيشن، ليه بيحصل دايليتيشن؟ نتيجه ايه؟ نتيجه اليوتراين كونتراكشن. طب وبتيجي منين دي اليوتراين كونتراكشن؟ تيب زي ايه؟ ثيوريس بروستاجلاندينز، وايه كمان؟ انتي بروجستيرون او استرول او بروجستيرون، ايه كمان؟ الاوكسيتوسين ريليز عشان الاستروجين، وايه كمان؟ اوكسيتوسينيز انزيم بيبتدي ان هو يقل، ايه كمان؟ فيتال كورتيزول. بالظبط هي دي الثيوريز اللي هي ممكن تخلي ستارت اب ليبر بينز. اوكي طب الليبر بينز دي شكلها ايه؟ او الترو ليبر بينز دي شكلها ايه؟ ريزميك regular increasing in frequency course and duration not relieved by analgesics ولا بسليب. طب امال الفولس ليبر بتاعنا في ترو يبقى في فولس، فولس ليبر بينز دي بتبقى irregular وانترميتد ومش ريزميك ومش relieved by relieved by analgesics وما بتعملش سيرفايكال دايليتيشن. ترو ليبر بينز بتعمل سيرفايكال دايليتيشن لكن فولس ما بتعملش سيرفايكال دايليتيشن. دي الفيرست ستيج اللي هي فيها يوتراين كونتراكشن اللي تعملي سيرفايكال دايليتيشن. طب ومال السكند ستيج دي اللي هي بيحصل فيها ايه؟ اكسبانشن اوف ذا فيتس كله. طب والسكند ستيج بتاخد وقت قد ايه في البرايمري؟ من ساعه لساعتين، والسكند من نص ساعه لساعه. طب ومال الفيرست ستيج بتاخد في البرايمري وقت قد ايه؟ من 10 ل 18 ساعه، والسكند من 6 ل 10 ساعات. ده بالنسبه للفيرست والسكند ستيج. نبتدي بقى الثيرد ستيج اللي هي هتبتدي من ايه وتنتهي بايه؟ تبتدي من فول اكسبانشن اوف ذا فيتس لحد وتنتهي بايه؟ فول اكسبانشن اوف ذا بلاسنتا. بتاخد وقت قد ايه؟ نص ساعه سواء في البرايمري او في المالتي. طب امال الفورث ستيج دي عباره عن ايه؟ بالظبط اذا كان بيحصل فيها كلوز اوبزرفيشن عشان نشوف اذا كان هيحصل بوست بارتم هابرنج ولا لا، او دي اول ساعتين بعد الولاده بتاعت البلاسنتا. اوكي؟ دي بتبقى irregular لكن intermittent الفورس يعني بتروح وتيجي بتروح بكده وتيجي. اوكي حد يعرف يا دكاتره البريشر بيبقى قد ايه في اليوترس مع الكونتراكشنز؟ ماكسيمم 80 ده في الاند اوف ذا سكند ستيج كويس اللي هو مع الاكسبانشن اوف ذا فيتس فده الماكسيمم. لكن في الفيرست ده في السكند ستيج في الفيرست ستيج ممكن يبقى من 50 ل 60 ملم مركب. خلاص من 50 ل 60 ملم مركري ده في الفيرست ستيج. فمعنى كده ان السكند ستيج بيبقى البينز مور سترونج عشان تعمل بوشنج للبيبي. اوكي طيب ستارتنج اوف ذا بين امتى الواحد يبتدي يفيل بين؟ عند كام ملم مركري؟ من 20 ل 25. طب حد يعرف ايه اللي عنده من 20 ل 25 ملم مركري يعمل لنا بين؟ في معلومات عامه، معلومات عامه كده حد يعرف الرينال كوليكس؟ الرينال كوليكس بيبقى البريشر فيها قد ايه؟ يعني بريشر في اليوريترز اللي بيجيله يوريتاري كوليكس ده وبيقعدوا يبقوا في الارض ومش قادرين ومش مستحملين من البين. حد يعرف قد ايه البين؟ اوكي من 20 ل 25 اليوريتاري كوليكس البين البريشر فيها من 20 ل 25 اللي هم الرجاله ما بيستحملوهوش اللي هو ال 20 ل 25. طب امال في الليبر بين بيبقى البريشر قد ايه؟ بيبقى 80. اوكي اللي هي الستات بتولد عادي مش اي طيب بقى ده بالنسبه للترو ليبر بينز والفولس ليبر بينز. طب احنا قلنا ان بيحصل بدايه يوتراين كونتراكشن، الكونتراكشن دي بتبتدي فين؟ احنا عندنا اليوترس عندنا ابر سيجمنت ابر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت. خلاص الكونتراكشن بتبتدي يا دكاتره في الابر سيجمنت. ليه؟ لان بيقولوا ان البيس ميكر زي عندنا البيس ميكر اوف ذا هارت في الرايت اتريوم، لا احنا عندنا البيس ميكر بتاع اليوترس بيبقى عند الكورنيا الكورنيال اند الكورنيال اند اوف ذا فانتس. فبالتالي بيبتدي starting of the contraction بتبتدي من فوق من عند الفندس من عند الكورديال اند. ماشي starting of the contraction والcontraction دي تبتدي تكمل الcontraction دي عشان تعملي contraction and كويس قوي. عندنا في اليوترس هو الاورجن الوحيد اللي ما فيهوش مش relaxation، لا حاجه اسمها retraction، ولازم نعرف الفرق بين الريلاكسيشن والريتراكشن. contraction and retraction يعني ايه؟ عامة بيحصل كونتراكشن للمسل فايبرز وبعدين ريلاكسيشن، يعني المسل فايبرز بترجع لنفس طولها تاني. خلاص؟ يعني حصل لها كونتراكشن، كونتراكشن يعني شورتنينج، العضلة لما بتكونتراكت بتشورتن، وبعدين بعد كده تريلاكس ترجع لنفس اللينث اللي كانت بيه قبل الكونتراكشن. في اليوترس ما بيحصلش كده،
بيحصل لنا contraction and retraction. يعني ايه retraction؟ يعني ان هي ما بترجعش لنفس اللز، بترجع للز اقل، بتبقى shorter. خلاص contraction and retraction ده اللي بيخلي ان الابر سيجمنت يبول على اللور سيجمنت. فهتلاقوا في الاوبستراكت ليه احنا هنبتدي نتكلم انه بيحصل لينثنينج للور يوتراين سيجمنت وممكن يرابتشر. ليه؟ لان contraction and retraction، contraction and retraction فيبتدي يشد على اللور يوتراين سيجمنت فيحصل ماركت ستريتشنج اوف ذا لور يوتراين سيجمنت وممكن هو يرابتشر. طب ليه بيحصل كده؟ عشان يحصل انفولدنج اوف ذا بيبي ويبتدي البيبي يبقى اكسباند. اوكي، يعني الكونتراكشن اند ريتراكشن دي بتساعد عن البيبي اللي احنا قلنا بالنسبه للبيبي الاتيتيود بتاعي فولي فلكسد بتاع الاتيتيود بتاع البيبي. فعشان يبقى البيبي ده انفولدد لازم يحصل لي كونتراكشن اند ريتراكشن لليوترس عشان يحصل انفولدنج للبيبي، فبالتالي البيبي يبتدي ان هو ينزل ثرو ذا بيرث كانال. اوكي، فالاورجن الوحيد اللي بيحصل فيه كونتراكشن اند ريتراكشن مش كونتراكشن اند ريلاكسيشن هو اليوترس. ليه بيحصل contraction and retraction؟ عشان يحصل unfolding of the baby of the fetus وبالتالي البيبي ده يقدر يبقى delivered through the birth canal. contraction يعني ايه؟ يعني العضلة بتشورتر وبعدين تريلاكس يعني ترجع لنفس اللانث بتاعها للانث اقل، للانث اقصر، للانث اقصر. ليه؟ كل ما يبقى اقصر كل ما يخلي اللي جواه ده يبتدي ان هو ما هو مش موجود في الكاباسيتي دي يبتدي يفولد، فبدل ما كان موجود في الابر سيجمنت يبقى موجود كمان بيبي في اللور سيجمنت ينزل تحت في الفاجينا، فيبتدي البيبي يبقى اكسبلس. كويس، لان انت بتشدي على ايه؟ الابر سيجمنت بتاعي هو ده اللي فيه البيس ميكر وهو ده الاكتف، لكن اللور يوتراين سيجمنت ده باسيف، فالابر سيجمنت عمال يشد على اللور سيجمنت، يشد على اللور سيجمنت هو اللي بيقصر الابر سيجمنت وليس اللور سيجمنت. اللور سيجمنت ما بيقصرش لان هو باسيف. الاكتيف واللي فيه الكونتراكشن اللي هو فيه ثلاثه ماسل لايرز اللي قلنا عليهم ده الابر سيجمنت مش اللور سيجمنت. فاللور سيجمنت عندي ده فورمد اوف تو ماسل لايرز بس اللي هو الاوتر لونجيتيودنال والانر سيركل، لكن ما فيهوش الميدل كريس كروس فايبرز دول. فالابر سيجمنت هو الاكتيف، اللور سيجمنت باسيف. فالابر سيجمنت بيشورتن فيشد على اللور سيجمنت، يشد على اللور سيجمنت. لو يشد، لو انت بقى الميكانيزم احنا بنقول بياخد من نص ساعه لساعه او من ساعه لساعتين، لو اخد وقت اكتر خلاص الاسترتشنج ده هيوصل لماكسيمم اللي هو ال 10 سم، مش هيقدر استرتش اكتر من كده، فممكن يروح مرابتشر معاك. اوكي، الابر سيجمنت هو اللي اكتف، اللور سيجمنت ده باسيف، فبيحصل كونتراكشن اند ريتراكشن في الابر سيجمنت وكونتراكشن اند لينثنينج في اللور يوتراين سيجمنت. لو وصل لوقت معين ان هو البريشر عمال يعلى برده لكن البيبي ما بينزلش عشان اي حاجه اوبستراكتنج ذا ليبر زي كونتراكتيف فيلبس او كده، هيبتدي اللور يوتراين سيجمنت ده يرابتشر. خلاص مفهوم يا دكاتره كونتراكشن اند ريتراكشن؟ بعد احنا كده اتكلمنا على ايه في فيزيولوجي اوف ليبر. انا عايزه حد يساعدني، انا مش فاهمه افتح ده ازاي. عايزه اوريكم الفريدمان كيرف، مش عارفه ده يوضح. احنا كده بنتكلم على الفيزيولوجي اوف ليبر يا دكاتره، وقلنا يعني ايه الديفينيشن بتاعتنا، وقلنا ستيجز اوف ليبر اللي هي الفيرست والسكند والثيرد ستيج وكل ستيج بيحصل فيها ايه. كويس، وقلنا ثيوريز اوف ستارتنج ذا ميكانيزم اوف ليبر اللي هي من اول البروجستيرون ويزدرول بلس الاوكسيتوسينيز انزيم ديكريز او الكورتيزول ان هو يبقى ريليز، الاوكسيتوسين يبقى ريليز، البروستاجلاندينز يبقى ريليز. دول الثيوريز بتاعتنا. وبعدين اتكلمنا على الترو والفولس ليبر بينز ونفرق ازاي ما بين الترو والفولس ليبر بينز، واتكلمنا على الكونتراكشن والريتراكشن، واتكلمنا على الكونتراكشن والريتراكشن وان هو الابر سيجمنت هو ده اللي بيبقى اكتف واللور سيجمنت بيبقى باسيف، وازاي بيحصل لي كومبليت كونتراكشن اند ريتراكشن، فده اللي بيخلي ان هو البيبي يبتدي يبقى اكسباند. في اوكسيلري فورسز، يعني ايه اوكسيلري فورس؟ يعني عوامل مساعده بتساعد على انه البيبي ده يبقى اكسبلد برضه. اول حاجه طبعا الاكيد الفورس الاساسيه هي ايه؟ الكونتراكشن، اليوتراين كونتراكشن هي دي الفورس الاساسيه اللي بتبوش البيبي داون. ايه تاني الحاجات الاوكسيلري المساعده؟ السترينج بالظبط، البيرنج داون بتاع الام، الام لما بتحزن عشان كده حتى بنقول لها لازم يبقى البيرنج داون بتاعك ده يبقى كوينسيدنتال مع الكونتراكشن عشان يقوي الفورس بتاعت الكونتراكشن، لان هي لو قعدت تحزن ان بين كونتراكشنز ده هيجيب لها برولابس ومش هيساعد ان البيبي ينزل، فهي لازم تبتدي تبير داون او تبوش وقت ما يكون during the contraction وتو ريلاكس ان بتوين. فالاوكسيلري فورسز اللي هو البيرنج داون والانفولدنج اوف ذا بيبي، البيرنج داون بتاع الام والانفولدنج اوف ذا بيبي اللي بيحصل during uterine contraction and retraction، فدول الاوكسيلري فورسز اللي بتساعد على الاكسبلشن اوف ذا بيبي.
لا مش اصبري كده. فبالتالي السيرفايكال دايلاتيشن بتاعت الفيرست ستيج دي هي بتاخد اطول وقت. احنا قلنا في البرايمري بتاخد وقت قد ايه؟ بالظبط من 10 ل 18 ساعه. فزي ما انتم شايفين كده في حاجه اسمها ليتن فيز وبعدين بعد كده في اكتف فيز. يعني ايه ليتن فيز؟ يعني فيز بتاخد وقت طويل قوي كويس اللي هو التايمنج بصوا 8 ساعات خلاص بتاخد وقت طويل لكن السيرفايكال دايلاتيشن ما حصلش كتير قوي ده هو 3 سنتي. فالليتن فيز فعلا هي دي اللي هي بتبقى اللي بتاخد وقت طويل حتى بتقولوا الست لسه مش في الاكتف فيز دي لسه برودروما اوف ليبر. برودروما اوف ليبر او الليتن فيز اللي هو اول 3 سنتي في السيرفايكال دايلاتيشن خلاص ودول بياخدوا وقت طويل قوي ممكن ياخدوا 8 ساعات لكن بعد كده بيبتدي السيرفايكال دايلاتيشن يمشي بسرعه قوي وانس ان احنا وي باي باس الليتن فيز ودخلنا في الاكتف فيز. ففريدمان كيرف يا دكاتره فريدمان كيرف بعمل كيرف للسيرفايكال دايلاتيشن عشان نعرف الدايلاتيشن ده بيحصل هل هو جراديوال كده وانجوينج ولا بيحصل فيه حاجه مختلفه. فلا لان انه في عندنا ليتن فيز وبعدين اكتف فيز. ليتن فيز اللي هي بتاخد اول 8 ساعات اللي هي الدايلاتيشن بيبقى من 0 ل 3 سنتي اول 3 سنتي وبعدين بعد كده من 3 سنتي لحد 10 سنتي او الفول سيرفايكال دايلاتيشن ده اسمه اكتف فيز. فاحنا الليبر بتاعتنا او الفيرست ستيج اوف ليبر بتنقسم لليتن فيز اللي هي من اول 0 ل 3 سنتي دايلاتيشن وبعدين الاكتف فيز اللي هي من 3 ل 10 سنتي دايلاتيشن. والاكتف فيز دي بيبقى فيها عندنا ماكسيمم فيز او ماكسيمم سلوب يعني بيحصل فيها ماكسيمم دايلاتيشن وبعدين بعد كده بيحصل بلاتو يعني من 3 لحد 8 9 سنتي ده بيمشي بسرعه قوي واخر سنتي هو اللي ممكن ياخد معايا شويه وقت. اوكي فده فريدمان كيرف او ده الباترن بتاع السيرفايكال دايلاتيشن سواء في البرايمري او في المالتي بيمشي نفس الباترن بس طبعا عدد الساعات بيختلف من مالتي لبرايمري لكن لازم يمشوا في نفس الباترن ده اللي هو عندي بيبقى من الاول ليتنت فيز وبعدين بعد كده الاكتف فيز اول 3 سنتي سواء مالتي او برايمري هم دول اسمهم الليتنت فيز لحد ما يحصل 3 سنتيمتر سيرفايكال دايلاتيشن وبعد كده الاكتف فيز اللي هو من 3 لحد 10 سنتي سيرفايكال دايلاتيشن. من 3 ل 8 سنتي دول بيبقوا ماكسيمم سلوب دول اللي بيجروا بسرعه قوي وبعدين اخر سنتي او 2 سنتي دول اللي هما بيبقوا بلاتو او بياخدوا وقت شويه. فده اللي هو الفريدمان كيرف اللي لازم تبقوا عارفينه. اوكي ده الفريدمان كيرف بيانديكيت ايه سيرفايكال دايلاتيشن ولا في هيد ديسنت ولا ايه دايلاتيشن. هو ده بيانديكيت السيرفايكال دايلاتيشن. هو نفسه هنا اهو ما اتغيرش هو نفسه بس دخل عليه واحد تاني. التاني ده اللي هو ايه فيتال هيد ديسنت الراس بتنزل خلاص بدايه نزول الراس. طبعا في الدايلاتيشن هنا ما بيبقاش فيه نزول قوي للراس لان ده لسه انا عندي دايلاتيشن بسيطه قوي. امتى بيبتدي فعلا الديسنت اوف ذا فيتال هيد جامد في الاكتف فيز هو اللي بيحصل ديسنت اوف ذا فيتال هيد. اوكي فهو ده الفريدمان كيرف اللي هو بيبقى عندي سيرفايكال دايلاتيشن. هو فريدمان كيرف سيرفايكال دايلاتيشن هنا دخلنا عليه كمان الديسنت اوف ذا فيتال هيد اللي هي بتبقى الاول بلاتو وبعد كده بيبقى فول ديسنت اوف ذا فيتال هيد اللي هي بتحصل ماكسيمم في الاكتف فيز. ماشي دكتور يعني ممكن يحصل ديسنت قبل الفول دايلاتيشن؟ لا بصي اهو ما بيحصلش لان انت يبتدي يبقى في ديسنت. انت هنا الدايلاتيشن عندك بقى كام طالما وصلتي للسلوب ده بقى وصلتي ل 8 9 سنتي. فامتى الديسنت بتحصل لك؟ لما بتبقى الدايلاتيشن بتاعك 8 9 سنتي هو ده اللي بيحصل فيه الديسنت اوف ذا فيتال هيد. اوكي وايميديتلي بعديها بتلاقي ان فول دايلاتيشن حصل فساعتها بتبقى الراس نزلت للسكند ستيج. اوكي فده بالنسبه للريليشن ما بين السيرفايكال دايلاتيشن وما بين الديسنت اوف ذا فيتال هيد او البريزنتنج بارت اوف ذا بيبي. اوكي احنا واحنا بنتكلم قلنا ان في حاجه غير الدايلاتيشن اسمها افيسمنت صح؟
ايه هو الايفيسمنت بقى؟ اللي هو ثيننج، السيرفيس بيبقى ثين عشان بيحصل ماكسيمم رايتنج والووتر كونتنت بتاعه بيعلى، فبيحصل ثيننج اوف ذا سيرفيس وبيبتدي يبقى تيكن اب مع اللور يوتراين سيجمنت اللي هو الاسمس اللور يوتراين سيجمنت. ماشي، بيحصل يا دكاتره الايفيسمنت ده بيبتدي في البرايمري جراف ده، الايفيسمنت بيحصل الاول وبعدين الدايلاتيشن. حتى بتيجوا تفحصوا الست تقولوا فولي ايفيس، لكن 1 سنتيمتر دايلاتيشن، فولي ايفيس 2 سنتيمتر دايليت. خلاص، في البرايمري بيحصل الايفيسمنت الاول وبعدين الدايلاتيشن. في المالتي لا، الاثنين بيحصلوا مع بعض سيمالتينيسلي، يعني بيحصل لها ايفيسمنت ودايلاتيشن مع بعض. حتى تلاقوا فحص المالتي يقول لك ايه مثلا ايه 4 سنتي 75% ايفيس. اوكي، الاثنين بيمشوا هاند ان هاند مع بعض، لكن في البرايمري بيحصل لها فول ايفيسمنت الاول وبعدين دايلاتيشن. ده كلينيكال لازم تبقوا عارفينه عشان ما تبقوش انكم قلقانين ايه ده العينه مش افيست خالص بالنسبه للعينه المالتي. لا، مفيش مشكله خالص، لان الكونتراكشن بتعمل الاثنين مع بعض، تعمل افيسمنت ودايلاتيشن. لكن بالنسبه للبرايمري جرافيدا الكونتراكشن بتبتدي تعمل افيسمنت الاول وبعدين بعد كده دايلاتيشن. ده فيزيولوجي، ده نورمال فيزيولوجي، الفرق ما بين الدايلاتيشن والافيسمنت في البرايمري وفي المالتي جرافيدا. اوكي، في سؤال في فريدمان كيرف. فاحنا عايزين نعرف بقى كلينيكالي ايه اللي بيحصل في الفيرست ستيج وفي السكند ستيج وفي الثيرد ستيج. في الفيرست ستيج قلنا دي بيحصل فيها ايه؟ سيرفايكال دايلاتيشن، اللي هو هتروحوا شارحين فيها الفريدمنت كيرف كويس، وهتشرحوا الايفيسمنت والدايلاتيشن، واذا كان الايفيسمنت ماشي هاند ان هاند مع الدايلاتيشن زي في مين؟ في المالتي بارا، ولا بيحصل الايفيسمنت الاول وبعدين بعد كده الدايلاتيشن زي في مين؟ في البرايم. ده بالنسبه للفيرست ستيج. امال ايه اللي بيحصل في السكند ستيج؟ اكسبشن اوف ذا فيتس، وده ليه ستيجز كده لازم هنحفظها زي اسمنا، اللي هو الديسنت، انجيجمنت، انكريس فلكشن، انترنال روتيشن، اكستنشن، ريستيتيوشن، اكسترنال روتيشن. دول زي اسمكم، دول ما لهمش حل خالص، دول لازم هيتحفظوا زي اسمكم، لان بعد كده بيقول لكم الميكانيزم اوف ديليفري في اللفت اوكسيبتو انتيرير ايه، فلازم تبقى عارف ان هو اكستنشن. خلاص، وليه اكستنشن بالعقل كده؟ احنا قلنا ان هو الانجيجنج دايمتر بتاع الاوكسيبتو انتيرير بيبقى انهي؟ سب اوكسيبتو برجماتيك، يبقى الهاد فولي فلكس، يبقى عشان البيبي ده يبقى ديليفرد هيدليفر باي موفمنت اوف ايه؟ اكستنشن، لان هو فولي فلكسد ومال هيدليفر ازاي؟ لازم هيعمل موفمنت اوف اكستنشن. طب امال في الفيس، الفيس الانجيجنج دايمتر ايه؟ سبمنتو برجماتيك كويس، وهو ايه بيبقى اكستندد ولا فلكسد؟ الفيتال هاد اكستندد فولي اكستند، فعشان يبقى ديليفر لازم يعمل موفمنت اوف ايه؟ فلكشن، لانه هيكستند ايه؟ ما هو خلاص راسه ماكسيمم اكستنشن. اوكي، anyway ده هناخده في الميكانيزم اوف ديليفري بس. يعني السكند ستيج الميكانيزم اوف ديليفري فيها ديسنت، يعني راس بتنزل اكتر، انكريس فلكشن، خلاص بتبقى انكريس فلكشن، اول ما تميت البلفيك فلور هينكريس فلكشن، وبعد يحصل لها روتيشن، انترنال روتيشن، لان قلنا لازم البيبي يحصل له روتيشن عشان ياكوموديت الكاباسيتي بتاعت البلفس، انترنال روتيشن، وبعدين اكستنشن الراس ترجع، وبعدين ريستيتيوشن، ريستيتيوشن يعني عادله للانترنال روتيشن اللي كانت موجوده، وبعدين اكسترنال روتيشن وديليفري. يعني دول الميكانيزم بتاع السكند ستيج، وده هنحفظه بالتفصيل في المره الجايه، بس عشان تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في الفيرست ستيج اللي هو الدايلاتيشن، سيرفايكال دايلاتيشن اللي هو بتاعه الفريدمنت كيرف، السكند ستيج اللي هو ديليفري اوف ذا فيتس اللي هو الستيجز بتاعته او الستابس بتاعته، ديسنت، انجيجمنت في الكاباسيتي اوف ذا بلفس، انترنال روتيشن، بعدين اكستنشن، ريستيتيوشن، واكسترنال روتيشن. خلاص، فده هنحفظه بعد كده، مش مشكله دلوقتي خالص، بس ده ازاي البيبي بيبقى ديليفر في السكند ستيج. ومال الثيرد ستيج ايه اللي بيحصل فيها؟ بس دليفري اوف ذا بلاسينتا، وفي تو ميكانيزم فور دليفري اوف ذا بلاسينتا. دول التو ميكانيزم فور دليفري، دي اخر حاجه هنقولها النهارده، اللي هو تو ميكانيزم اوف دليفري اوف ذا بلاسينتا. في حاجه اسمها شولتس ميكانيزم، وفي حاجه اسمها دانكن ميكانيزم. في فرق بين الاثنين ولا انتوا شايفينهم واحد؟ فرق كبير جدا. ايه الفرق الكبير قوي بين الاثنين؟ الشولتس ده سيبريشن اوف ذا بلاسينتا بيحصل ايه؟ سنترالي ولا بريفرنج فروم ذا سايد؟ سنترالي. الشولتس بتبقى زي الامبريلا كده يا دكاتره، السنترال هو اللي بيحصل سيبريشن من البلاسينتا بتوين البلاسينتا يعني والمايوميتريا، فده في الشولتس ميكانيزم، وده في 80% من الحالات هو اللي هو بيحصل سنترالي سيبريشن اوف ذا بلاسينتا، الشولتس ميكانيزم، وتبقى ديليفر كده ان فورم اوف ان امبريلا، بتلاقوا فعلا البلاسينتا بتبقى ديليفر كده يعني من نصها، ونبتدي ان احنا نشد عليها بحيث ان هو يظهر لي بقى بقيه البلاسينتا والممبرينز بتاعتي. ده بالنسبه للشولتس ميكانيزم. امال ايه الدانكن ميكانيزم؟ لا، سايد
يعني بتبتدي البلاسينتا تسيباريت من السايد بتاعها وتنزلي بالجنب. ده في الدانكن ميكانيزم. وهنا في هاير انسنس اوف ريتين بارتس اوف ذا بلاسينتا في الدانكن، لكن في الشولتس لا، لان طبعا الحته اللي في النص لما بتبقى هي الحته الاتخن حاجه في النص، فلما تسيباريت الاول ده الانسنس اوف ريتين بارتس بيبقى اقل. فاحنا عندنا الثيرد ستيج بيحصل فيها ديليفري اوف ذا بلاسينتا. والدليفري بيحصل ازاي؟ لو مع الكونتراكشن بيحصل سيباريشن، وبعدين بعد كده ديليفري اوف ذا بلاسينتا، سيباريشن اوف ذا بلاسينتا، لان هي مش ابنورمال ادرنت ولا حاجه، فبيحصل نورمال سيباريشن اوف ذا بلاسينتا. يا اما السيباريشن ده هيبتدي سنترالي في السنتر اوف ذا بلاسينتا اللي هو في الشولتس ميكانيزم، او يبتدي بريفيرالي في البريفري بتاعه البلاسينتا من السايد بتاع البلاسينتا اللي هو اسمه دانكن ميكانيزم. و80% من الحالات بيبقى الشولتس ميكانيزم، و20% من الحالات بيبقى الدانكن ميكانيزم. والدانكن ميكانيزم كاريز هاير ريسك اوف ريتين بارت اوف ذا بلاسينتا. اوكي، فده اللي بيحصل في الثير ستيج. ده الميكانيزم اوف نورمال ديليفري. يعني ايه؟ لو انا سبتها ليفت تو نيتشر ايه اللي هيحصل؟ لكن اكشوالي اللي احنا بنعمله مش ان احنا بنسيب الشولتس والدانكن، احنا بنعمل اكتيف سيباريشن اوف ذا بلاسينتا. اكتيف سيباريشن ده اللي هناخده في النورمال ليفر، ليبر المانجمنت اوف نورمال ليبر. بنعمل اكتيف سيباريشن، ما بنستناش خالص النص ساعه دي، لان بنخاف ان هو يحصل السيرفكس ان هو يقفل على البلاسينتا. فبالتالي احنا اللي بنعمل اكتيف مانجمنت للثيرد ستيج اوف ليبر. ومن ضمن ريكومنديشن عشان تو ديكريز البوست بارتم هيمريج، لما قعدنا نقولها اكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج، اكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج ان انا اديها اوكسيتوسين وانا اعمل كنترولد كورتراكشن عشان ديليفر البلاسينتا. لكن لو انت سبتوها خالص الست ما جيتوش جنبها، ما كانش في جنبها دكتور ولا داية ولا حاجه، ايه اللي هيحصل لها؟ خلال نص ساعة البلاسينتا هتسيباريت يا اما بالشولتس يا اما بالدانكن، وتنزل البلاسينتا سواء نزلت كامبريلا انفيرت زي الشولتس، او نزلت بالسايد وول بتاعها زي في الدانكن. وهما الاثنين دول مش اكتيف مانجمنت للبلاسينتا ولا اي حاجة خالص، ده ميكانيزم اوف ديليفري اوف ذا بلاسينتا ان بلاك تو نيتشر. اوكي؟ في سؤال يا جماعة في الفيزيولوجي اوف ليبر؟ يبقى بعد بكرة ان شاء الله هناخد النورمال ليبر اللي هو لفت اوكسيتوسين، النورمال ليبر مانجمنت.